بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زكي رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجامعة زومي. هذا اليوم راه كنعتبروه يوم مبارك اننا كنقوموا بتنظيف هذا السوق المركزي ديال المركز. ان شاء الله غادي نعاودوا بالهيكلة والتنظيم، ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيو الاماكن للباعة كل واحد بالمكان ديالو. اولا هاد الفوضى وهاد الازبال اللي كانت هنايا في هذا سميتو يعني كانت كتشكل واحد وصمه عار على المجلس ديالنا الموقر، وارتئينا بالمشاركه ديال السلطه المحليه سيد القائد وافراد القوات المساعده وافراد الدرك الملكي بمشاورة مع السيد الرئيس تم تحرير هذا المكان يعني من اجل ممارسة فيه عملية البيع والشراء في جو نظيف وبأريحية. هاد الأماكن اللي نعطيو نفرقوا على الناس، دابا غادي بعدا نحروا المكان ننظفوه ونأهلوه. السي محمد الحويط الرئيس ديال الجماعة كيلح على أن تكون جمالية، ويكون واحد الرونق يعني في المركز ديالنا إن شاء الله. وما تخصش الشارع من طبيعة الحال يعني غادي يكون الأشغال في الشارع وحتى داخل المركز، ما يكونش غير شارع مزين والداخل مكرفص، لا إن شاء الله تشمل العملية جميع المرافق بإذن الله. تنقية ده المركب التجاري مركز زومي والصباغة ديالو وكذلك وضع بعض ولا رسم بعض الجداريات التحسيسية اللي كتهدف المحافظة على البيئة. وعندنا عاود ثاني البرنامج الثاني هو يعني غسل هذوك لي تروطوار وداخل لي باساج بيتون واعاده الصباغه ديالهم باش نسهلوا على العمليه المرور والستاسيونمون باش ما يكونش الاكتظاظ لا ايام السوق ولا الايام العاديه. وهذه العمليات هذوما كاملين اللي كنقوموا بهم كما قلت في السابق انهم ماشي غير عمليه تقنيه، هي عمليه تحسيسيه في الاصل. مسبقا عمليه تحسيسيه بغينا من هذا المنبر نرسلوا ولا نبارطاجيو مع ولا نتقاسموا مع الساكنه لهذا المركز ولا البوادي واحد الرساله ايجابيه في المحافظه على البيئه وفي المحافظه على المرافق العموميه. وهي مناسبه كنشكروا فيها جميع المتدخلين في شخص السلطات الاقليميه في شخصيه العامل السيد قائد قياده زومي السيد رئيس الجماعه ومختلف مكونات المجلس، لا من المستشارين والمستشارات ولا من الاعوان ولا من التقنيين داخل الجماعه، وفعاليه المجتمع المدني كذلك الساكنه المحليه. وزعما صراحه انا كنأكد على هذه النقطه هو ان احنا بصدد ارسال رسائل ايجابيه، كنتمنى ان الساكنه تلتقط هذه الرسائل ونزرعوا الخير. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد العطافي رئيس جمعية مؤسسة إدماج للتنمية البشرية الحاملة لورش اللي كيتعلق بتشجير وغرس المناطق الأخضراء بالنسبة فيما يتعلق بالحصص الإضافي اللي كان تبعا للاتفاقيات الشراكة اللي كانت سابقا مع الكل من المجلس الإقليمي وجماعة زومي وعملة وزن. اليوم احنا في هذا النهار هذا 19/10/2022 تكملة للمبادرة اللي قامت بها اللجنة بمعية السيد القائد قيادة زومي مشكور فيما يتعلق بتحرير الملك العمومي. هاد المبادرة اللي استحسنها الجميع واستحسنها احنا كمجتمع مدني.